معانا استاذ احمد. استاذ احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذ احمد. ازيك يا استاذ؟ الله يكرمك. حضرتك دلوقتي انا في استفسار عايز وصيه. كان والدي وصلنا الله يرحمه اما توفى جه بيقول لي ما تعمليش عزا والعزا على القبر. انا شفت طيب. وصيته طيب. كان ليا اخ تحتيه على طول تمام، جه بيقول لي انا لو مت اعمل لي زي ابويا واستني طيب. مع ابويا. طيب قلت له خلاص ماشي. قلت له وانا نفس الحكايه لو انا مت قبليك اعمل زي ما ايه عملنا لابوك. قال لي خلاص ماشي. دي اصبح حضرتك دلوقتي توفى بقاله 3 سنين. دي تعملت التسوية ان انا هدفنه في البلد. اصبح مراته ذات قالت لي هو وصى ان هو يدفن مع اولاده. اولاده دولت مدفونين عندنا هنا في المنطقه اللي انا فيها. صبر الخيمه. تمام؟ طيب. ايه طبعا جينا نستنوا مع اولاده لقينا في امانه مدفونه في قلب العين ما ينفعش نفتح العين عليها. واحنا جايين دفنينه في حته ثانيه. هل كده انا خالفت الوصيه؟ انت دفنته في مكان محترم ومكان فيه في حفظ وكرامه للجثمان الشريف بتاعه؟ يا فندم. خلاص انت بص يا سيدي لازم نفهم اذا كان هناك مانع من دفنه في المكان اللي اوصى بيه فدفنه في اي مكان اخر هيخليك ان شاء الله اذا كان فيه بيتحقق فيه كل المعاني الشرعيه يبقى خلاص في ستر للجثمان وما فيش اي نوع من انواع المهانه ليه ويكون مستور بحيث ان هو ما يكونش فيه اي نوع من انواع المهانه. فتوكل على الله وانت ما خالفتش ولا حاجه، انت ما قدرتش تنفذ الوصيه وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتبه في فسيح الجنات ان شاء الله.